سبيل الأتقياء في سير الأنبياء. مرحبا بكم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات، هذه السلسلة الطيبة المباركة إن شاء الله، التي ستقربنا إلى صفوة خلق الله، هذه الحلقات التي ستعرفنا عن أفضل ما خلق الله على وجه الأرض، هذه السلسلة التي ستعرفنا على صفوة البشرية وخير الإنسانية. ماذا تعرف عن أنبياء الله؟ ماذا تعرف عن موسى؟ ماذا تعرف عن آدم؟ ماذا تعرف عن عيسى؟ ماذا تعرف عن صالح؟ ماذا تعرف عن أنبياء الله؟ ماذا تعرف عن هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل لتبليغ دعوته؟ هل فكرت يوماً ماذا قدم هؤلاء الأنبياء؟ ماذا قدموا لدين الله؟ ماذا قدموا من تضحيات؟ أوقاتهم، أعمارهم، ليلهم، نهارهم، سفرهم، حضرهم، جهادهم، هل فكرت في هذا كله؟ هل فكرت؟ هل تعرف عنهم شيئا؟ ماذا قدم هؤلاء الأنبياء؟ ماذا قدموا للبشرية؟ ضحوا بكل أنفس ما لديهم، ضحوا بأوقاتهم لأجل إبلاغ رسالة الله، ضحوا بكل شيء لإنقاذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هؤلاء الأنبياء الذين سنخصص لهم إن شاء الله تعالى هذه الحلقات التي سنتعرف عليها تباعا من خلال معرفة حياتهم ومعرفة الحكم والأحكام والدروس والعبر التي سنأخذها من حياتهم. وقد قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سبيل الأتقياء في سير الأنبياء قريبا في رمضان على قناة الأنس الفضائية.